انا اخذت الضحيه محسن المحراب اللي تعرض بغاو يغتصبوه في السجن حكاشه الدار البيضاء عين السبع. واخويا اش نقول لك تعداو على داك الاخ ديالي بزاف والمونا في حياتنا وضيعوا لي حياته. شاب زوين في مقتبل العمر ديالو 27 سنه دري كيلبس كوداس كيلبس حوايج وكيمشي للتيران يلعب الكره. طرا لي مشكل بسيط مع واحد البنت غادي تحل ان شاء الله. تو ولاو كيعيط داخل دري صحيح هو مش قدم راسه للبوليس قال لهم انا ما دايرش هذا الشيء. باش كتا انسان طيب هو مشى عند البوليس والله العلي العظيم قال لهم انا ما دايرش هذا الشيء. مشى خويا تا ولاو مشيت كنزور الزياره الاولى شفته الزياره الثانيه مشيت خلوني من الصباح حتى العشيه انا الاخر في واحد 500 خلق بقيت انا الاخره شي 8 سوايع وانا جالسه تما. حتى كيعيط لي المدير صيفط لي واحد الموظف عنده في السجن اجي. قلت لي نعم اخويا قال لي الخوك راه واقع ليه وواقع ليه راه جبد عينيه ها كاين ولكن اخويا راه حشوم عليهم واحد باغي ينتحر وباغي يجبد عينيه. خويا راه باقي عدو فمو عدو عوينات وكي عدو فمو كيهضر بهم راه عينيه اللي مضرورين مسكين وكيبكي وكيهضر وكيهضر بقواه بكامل قواه العقليه كيهضر كيقول لهم بغاو يتكرفسوا عليا وما خليتهمش. اختي قال لي انا راجل يقتلوني نموت راجل انا ما خليتهمش يتكرفسوا عليا. وجانا معاه في السجن وانا كنطلب الله يرحم الوالدين لسيدنا محمد السادس الله ينصره والله يجازيه بخير والله يعطيه صحيحته والجهات الامنيه والكل والسلطه كنطلبوا من السلطه وكنطلبوا من مدير السجن يتهلا فيه كنطلبوا من مدير السجن كنطلبوا من مدير السجن الله يجازيه بخير الله يرحم ليه الوالدين يتهلا فيه حتى نخرجوه ونداويوه. راه باقي صغير الدراري يتعدوا عليه تما راح شوم عليهم ياخذوا لينا حقنا الله يرحم بها الوالدين ياخذوا لينا حقنا منهم وحقوه يقولوا كلمه الحق. راه الله كاين على الله واحد هو اللي كاين يقولوا كلمه الحق ورا التقليد لا كذب شي واحد ولا راه التقليد كيديه حتى الغدا قدام امام الله. هو راه حرموه من ضوء عويناته وحرموه راه عنده من نهار الجمعه والسبت والحد والاثنين حتى النهار الثلاث مشينا عندو الزياره من 12 حتى ل 5:30 او 6 الا ربع حتى سالت الزياره كامله. خوات الحبس خوا عاد عيط لينا جا عندنا واحد الشرطي قالنا طلعوا تكلموا للمدير. طلعنا عند المدير قال لنا شوف اخوكم راه في 20 غشت راه جبد عينيه ذبح عنقو من هنا وجبد عينيه وما علموناش من اللي مشينا ل 20 من اللي مشي حتى هادشي كنقول الجمعه والسبت والحد والاثنين حتى النهار الثلاث عندنا الزياره. من اللي مشينا جريو من اللي خرجنا من الحبس خرجنا كنجريو ل 20 غشت من اللي مشينا عنده بركي غوت قال لك اختي تكرفسوا عليا عذبوني تكرفسوا عليا عذبوني لقيناه مذبوح من هنا ما لقيناش مذبوح من هنا قالوا لنا هما مذبوح من هنا السجن قالوا لنا مذبوح من هنا ومن اللي مشينا لقيناه مذبوح من هنا وعينيه خارجين قال لك تفرجوا في داك الشيء الخايب وناضوا لي اختي واش انا دريين 10 هما 10 عليهم يديروا لي ديك الحاله وانا راجل بحالي بحالهم. قال لك عيش من غوت عيش من سميتو قال لك من اللي جاوا لقوني شو احنا دابا كنطلبوا من السلطه وكنطلبوا من الملك سيدنا محمد السادس ما بغينا والو بغينا غير الحقيقه ديال خونا تبان بغينا الحقيقه ديال خونا تبان ما بغينا والو من سيدنا بغينا الحقيقه ما بقاوش عندو العينين باش غيعيش باش غيعيش هاد العيشه ظلمه عيش الظلمه اللي غيعيش اش هي هاد العيشه اش كتسمى هاد العيشه في الدنيا عيش الظلمه اش من حياه في الدنيا هادي اش من حياه ما بغينا والو بغينا خونا يخرج ونداويو صافي كنطلبوا من الله وسيدنا الله يجازي بخير كنطلبوا من السلطه ديال المغرب ديالنا يخرجوا لينا خونا هادشي اللي بغينا ما بغينا وقفوا معنا اخويا الله يجازي بخير الله يجازي بخير عاش محمد السادس عاش محمد السادس عاش محمد السادس بغينا خونا ما بغينا حتى حاجه بغينا خونا وعينيه كيما دخل الحبس كيما يخرج بعينيه ما بغينا والو بغينا خويا يخرج نداويو لي عينيه من الحبس نداويو لي عينيه بغينا على عينيه صافي عا باش يعيش مشى ل 20 غشت
قالك جاب عينيه شادهم بحال هكا فوق صدره، ردوهم ليه ما خيطوا لي لداخل، ما قادوا لي ردوهم ليه هك حطوهم ليه وخيطوا لي العينين. رافعوا كاش دابا عينيه مخيط مخيط، عينيه مخيطين لحنين لكريم خامجي لقيح كيخرج لي من هنا لقيح. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي ما تيقناش ومسؤول وقادر يدخل العكاشه. دخلت عليكم عبد الله الخوت اللي مسؤول يدخل ويشوف الحاله ديالو. المحراب محسن، المحراب محسن، حنا ما نقدروش ندخلوا، كنطلبوا من الوالدين، كنطلبوا من مدير السجن، ما بغينا والو، كنطلبوا من مدير السجن، كنطلبوا من مدير السجن يتهلا فيه حتى نجيبوه نداويو، والملك ديالنا سيدنا يشوفنا. رقم الاعتقال ديالو محسن المحراب 98761. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.